هذا وقد استدعت بريطانيا القائمة بالأعمال الإيراني في لندن بعد احتجاز طهران ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز أمس الجمعة، وفي وقت أكد فيه البنتاغون إرسال قوات عسكرية إلى السعودية لتكون رادعا إضافيا للتهديدات في الخليج. المزيد في سياق التقرير التالي. تطورات متسارعة تنذر أكثر من أي وقت مضى بمواجهة غير مسبوقة في منطقة الخليج عقب إعلان إيران احتجاز ناقلة نفط تديرها شركة بريطانية، وهو الحادث الثاني من نوعه خلال أسبوع. وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت حذر من عواقب الخطوة الإيرانية، وأكد أن طهران ستخسر كثيرا إذا تضررت الملاحة البحرية في مضيق هرمز، مشيرا إلى أن بلاده ستتخذ خطوات حاسمة بطريقة مدروسة. أما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فقد أكد أنه سينسق مع بريطانيا للرد على التهديدات الإيرانية بعد جدل حول إسقاط طائرة مسيرة إيرانية كانت تحلق فوق مضيق هرمز. مجددا سنتواصل مع المملكة المتحدة، وهذا يعود إلى ما أقوله عن إيران. إيران لا تأتي إلا بالمشاكل، فقط المشاكل. تذكروا هذا الاتفاق السخيف الذي عقده الرئيس أوباما والذي كان ينتهي بعد فترة محددة، كان اتفاقا على المدى القصير. عندما نتعامل مع دول يجب أن نتعاطى على مدة طويلة 50 أو 100 سنة وليس على فترة ضيقة كما كان هذا الاتفاق السخيف. فأنا على حق حيال إيران، سنرى ما سيحصل، ولكنني أعرف أيضا أن السفينة سفينة بريطانية، ربما واحدة أو اثنين، وهناك رئيس وزراء جديد سيأتي إلى بريطانيا، وهو أمر جيد بالنسبة للمملكة المتحدة. البنتاغون من جهته أعلن إرسال قوات وإمدادات عسكرية إلى السعودية لتكون رادعا إضافيا للتهديدات في الخليج، وذلك بعد ساعات قليلة من موافقة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز على استقبال هذه القوات في إطار التعاون المشترك لتعزيز أمن المنطقة. وبحسب مسؤولين أمريكيين فإن الولايات المتحدة ما زالت تبحث مع حلفائها سبل الضغط على إيران لإعادتها إلى طاولة الحوار وتجنب التصعيد، بينما يزداد الأمر تعقيدا مع تضرر حركة التجارة الدولية المارة عبر مضيق هرمز.